الجميلات هم الجميلات مهما كانوا مليانين او رفيعين، بس احنا لقينا ان الفقرات الازياء عامه للممتلئات او البلاس سايز بقى عليها اقبال وقبول جامد جدا، وده لان في تعطش واهتمام باللبس، وخصوصا لما تكون السيده او الفتاه عايزين نصايح او خط او طريق يمشوا عليه فيخليهم اشيك واكثر اناقه. طبعا اتفرجوا معانا على الممتلئات الستايلش وازاي يتصرفوا صح في اختياراتهم للبسهم. اللبس فن وحب، والأناقة موهبة، وكمان بعتقد إن مفيش فرق بين الناس في حبهم للجمال، ومفيش كمان فرق في التذوق بين الناس لمجرد إن ده ممتلئ وده نحيف. أعتقد إن التأنق وحب الحياة بجمال يعتبر حق إنساني لا يمكن إننا نتجاوزه، وعلينا بناء على ذلك إننا نعتبر إن التنمر على من يريد الجمال جريمة وعنصرية. التقارير دي بتخلينا ننبسط إن في ناس رغم كل التنمر عليهم طول الوقت بينبسطوا ومش هممهم وشايفين نفسهم بشكل جميل أو بشكل صح. الجميلات الممتلئات الستايلش الله عليهم. أولاً الممتلئات الستايلش بيعرفوا اللي لايق عليهم وبيخفي عيوبهم، وكمان عندهم موهبة بينقوا بيها الألوان الحلوة اللي بتخليهم يعيشوا سنهم ويسعدوا بحياتهم. نلاحظ الألوان أولاً، وتنسيق طبقات اللبس في القميص والفاست والجاكيت يتلبسوا بشكل انسيابي. الأناقة والوصول لما يناسب الليل أو النهار وعدم الإفراط في شيء على حساب شيء، وبخاصة الاكسسوارات عنصر مهم. حاولنا الإجابة على السؤال المطروح، إزاي تكوني مليانة وستايلش في نفس الوقت، وأعتقد إننا نجحنا. يعني انتم مش فاهمين انا مبسوطه ازاي ان التنمر على الوزن سواء زايد او قليل بقى محرم عامه. بسيطني يعني نقدر ناكل براحتنا او ما ناكلش براحتنا من غير ما نبقى خايفين قوي من الناس شايفانا ازاي.